السلام عليكم. كنافة نسويها بالقشطة والجبنة الموزاريلا، بنضيف عليها فستق مطحون فقط لا أكثر، بنحطها في الأشياء هذه الحلوة وبنشوف وش يصير معنا إن شاء الله. هذه الكنافة بقطعها صغار بنعمها مرة، بحاول قد ما أقدر أنعمها. بسم الله ما شاء الله، بعد التقطيع وش كثرها، كثيرة تكفي لها صينية بالراحة. بسم الله. عندي هنا زبدة، بنرشها ونحركها إلى نحس إنها رطبة. أعطيها زبدة بالصدق. ما يفعل لا يدك. بسم الله. بنزودها توه تحت مليانة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، جاهز الكنافة وهذه الموزاريلا وهذه القشطة. طبعا هذه نفس قشطة التمر، نفس قشطة المراعي، نفس قشطة، وهنا الفستق. طبعا بنصور أول خطوة والباقي عاد اعذرونا عشان ما يكون الموضوع ممل فقط لا أكثر. بسم الله. نحط عليها فستق. بسم الله. ثمون الحلوة هذه، ما شاء الله تبارك الله. يلا 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 قبل ما تخلص السنابة عطها موزاريلا. الحين موزاريلا مو كثير يعني طعم بس، ثم عطها وجه ثاني بصورها إذا خلصت الأولى. هذه كذا صورة، هذا الشكل النهائي طلعها. طبعا اذا استوت او بدأت تتحمر من حمرة من تحت بطلعها وبقلبها واحدة واحدة. خلنا نشوف شو يصير معنا ان شاء الله. ما شاء الله هذا الشكل النهائي. طبعا باقي من الحشوة راح اضيفها في صينية ثانية عشان ما تخرب، لانها خلاص فيها زبدة وردي يعني ما يصلح تجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مرة اسويها في البوادي، الله يسهل الأمر إن شاء الله. بسم الله. هذه الصينية نعطيها قشطة إن شاء الله. طبعا هذه القشطة اللي ناكلها مع التمر نفس طعمها، قشطة المراعي والصافي، لكن عاد فرق المنتج. هذه الظاهرة أقوى أحلى شيء. ما شاء الله تبارك الله. وهذه كنافتنا ما شاء الله تبارك الله. ادخلي مع خواتك ولا اشوف اسم تحركه، واللي بيتحرك ولا بسمع له صوت ترى يا ويله مني. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذه جاهزة وخواتها بعد جاهزين الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. هلا 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 هلا. بسم الله. أخليها شوي لين تسحب الحلة تحت ثم بسم الله. انتبه حر حر. ايه
المس 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 خلي خليك تتعلم المس 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 ايه يقولون ما حرك دواك هذه كنافة وش واضحة؟ Do you like to try كنافة؟ ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما بيمدح شغلي لكن احسن من حقه سعد الدين